أسوان بطل مجموعة الصعيد، حرس الحدود بطل مجموعة بحري، والداخلية بطل مجموعة القاهرة. في الدوري الإنجليزي في حاجة اسمها أغلى مباراة في العالم، أغلى مباراة في العالم اللي هي بيفوز بكأس التأهل تشامبيونشيب، التأهل للدوري الممتاز، بيبقى بيصعد أول اتنين مباشرة، وبعد كده من الثالث للسادس بيلعبوا بطولة مجمعة، الكسبان بيتأهل. صاحب المركز الأول في التشامبيونشيب بياخد فلوس أكتر من بطل الدوري الأسباني. كام الفلوس اللي بياخدها بطل الدرجة الثانية في مصر؟ يعني ده مبلغ كبير. يعني هو كان بدأ ب 100 ألف جنيه، بعد كده يا أصبح خبر أبيض. 500 ألف جنيه، وبنحاول إن إحنا يعني الرقم يزيد. مثلا ممكن تكون مع شركة راعي يكون في الموسم الجديد يكون في رقم أكبر من 500 ألف جنيه، لكن غريب. يعني إحنا يعني مثلا احنا دلوقتي البطل بياخد 500 ألف جنيه، بياخد 500 على الأقل. أنت بطل الصعيد 500، بطل القاهرة 500، بطل البحري 500. كمان انت لما يكون عندك مثلا فريق صاعد للدرجه الثانيه بيكون مثلا ليه مثلا حوالي 200 ألف جنيه، مثلا في الدرجه الثالثه المفروض مثلا بيكون من 50 ل 100 ألف جنيه نسبه الصعود. عاوز اقول لك ان في مواسم الانديه لعبت وما حصلتش على مكافاه الصعود في الاخر، يعني اكلوهم اتحاد عليه. الكوره يعني بيخصمها لك بقى من حاجات تانية او عقوبات حاجات زي كده. لكن الحاجه التانيه بقى هي نظام البطوله في السنه الجايه. مفترض ان اتحاد الكوره قال ان هو عايز السنه اللي بعد الجايه هيبقى الدرجه الثانيه مجموعه واحده. ازاي دلوقتي احنا عندنا 3 مجموعات، كل مجموعه 16 فريق وموزعين توزيع جغرافي، الصعيد والقاهره ومع بعض والقناه والبحر وبحري. ف هيعملوها ازاي؟ يعني احنا دلوقتي مثلا عندنا الدرجه الثانيه 3 مجموعات، 16 فريق في كل مجموعه. تمام. الموسم المقبل هناخد 7 من كل مجموعة. جميل. 7 صعيد، قاهرة، بحري. أول 7 من الصعيد، أول 7 من القاهرة، أول 7 من البحر. طيب علشان ما يكونش مختلف، أول طبعا فريق ده بيصعد دوري ممتاز بينزل مكانه فريق من الدوري الممتاز، بالظبط. فهيكون مكانه اللي هو أول 7 من، أصبح كده عندنا 21. 21. جميل. هيكون معانا 3 أندية من ضمن 12 مجموعة من القسم الثالث. كده أصبح عندنا 24 فريق هيعملوا مجموعة واحدة. طب ثانية واحدة. الدرجة الثالثة أصلا بيصعد منها المفروض في الطبيعي كام فريق؟ 12 فريق. 12 فريق، فهيقلصوهم لثلاثة ازاي؟ هيكون ازاي؟ في مقترحين بيتم طبعا مناقشته. احنا الموسم الحالي عندنا 12 مجموعة. 12 مجموعة صعد منهم سريعا مثلا شبان النصر التعدين، شبان قنا، صعد اسمنت اسيوط، لافينا، مستقبل الوطن، مستقبل سبورت حاليا، العبور، كهرباء اسماعيليه، نادي نابارون، نادي طنطا، نادي جمهوريه شبين، نادي بروكس وورك، وطبعا نادي فريق هلال مطروح اللي صعد ايضا للمجموعه. بنشوف طبعا 12 فريق صعدوا. طيب الموسم الجديد في مقترح يكونوا 9 مجموعات، فهتاخد 9 مجموعات يلعبوا مع بعض ترقي، يصعد منهم 3. في مقترح اخر ان يفضل ال 12 مجموعه، ولكن انا شايف ان المقترح 9 مجموعات ده اللي هيكون اقرب علشان يخلوا مجموعات القسم الثالث 16 فريق، لان احنا عندنا في القسم الثالث بيكون حوالي في مجموعات فيها 11 فريق، في مجموعات فيها 12 فريق، في مجموعه او اثنين يكون مثلا 16 فريق، فهم عاوزين يخلوا كل المجموعات تكون 16 فريق، فيصعد فقط 3 أندية. طيب الدرجه الثالثه هيبقى يصعد منها 12، هيعملوا دوره مع بعض يعني ولا ايه؟ مش فاهم. هيلعبوا مثلا مع بعض دوري الترقي زي ما كانوا بيلعبوا قبل كده مثلا. يعني مثلا انت عندك دوري الترقي 12 فريق، ده دوري ثاني. دوري ثاني هتكون معموله ازاي؟ انت ممكن تلعب النهارده مثلا اول 4 مجموعات مع بعض، اللي هو مثلا الصعيد، حلو، مثلا نخليهم الصعيد، مجموعات القاهره مع القنال، ومجموعات البحر. البحر ماشي. يلعبوا مع بعض يصعد واحد من كل مجموعة، أربعة يعني وأربعة ممكن وأربعة. يتعاملوا 3 مجموعات ويصعد واحد يصعد 3. لكن هنكون عندنا مشكلة كبيرة، إن احنا حتى لو ناقشنا في كل دوريات العالم مفيش مجموعة بتكون 24 فريق. انجلترا 24 فريق، بس المساحة هناك أو الإمكانيات أكبر بكتير، إمكانيات كبيرة. لكن أنت هنا هيكون عندك مشكلة لما يكون أندية من اسكندرية بتلعب أندية مع أسوان، يكون عندك مشكلة كبيرة. كمان لسه لحد الآن مفيش عائد مادي لكل نادي. يعني الأندية كمان في معلومة إن ممكن الأندية تفكر تلغي كمان الفكره، تحاول تطالب بالغاء الفكره. مش اول مره تحصل. يعني انا بقالي سنين من ساعه لما اشتغلت في المجال ده وانا بسمع ان احنا هنحولها لمجموعه واحده، وبعد كده في الاخر لا والله هنلغيها بقى عشان الانديه اعترضت. وكانت اقرب حاجه كانت وقت فتره كورونا، فتره اللجنه الخماسيه كان هيتم عملها، ولكن القصه كانت صعبه جدا على الانديه.